أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن بدء توزيع 1,000,000 كرتونة مواد غذائية في محافظات الجمهورية، وذلك انطلاقا من محافظة بني سويف. أشارت حياة كريمة إلى أنه تم توزيع 100,000 كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجا في محافظة بني سويف، وذلك في إطار مبادرة كتف في كتف وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إشارة البدء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لانطلاق مبادرة كتف في كتف، شهدت محافظة بني سويف اصطفاف نحو 20 عربة محملة ب 22,000 كرتونة معبأة بالمواد الغذائية بحوالي أكثر من 200 طن، ليتم توزيعها على أهالي قرى مركز سمسطة، وذلك بمشاركة مؤسستي أبو هشيم الخير وحياة كريمة. هنبدأ ب 20,000 في سمسطة، 10,000 في الواسطة، بيبا، أهناسيا، بندر، بني سويف، مركز ناصر، يعني بنحاول يعني نوصل لمعظم المراكز في بني سويف. كل مركز نصيبه طبقا لعدد نسماته، ودي حاجة حلوة لأن احنا بنتكلم في مكون من أهم المكونات اللي المفروض بتمس المواطن بصورة مباشرة على أرض بني سويف، وهو مكون الحماية الاجتماعية. تعاوننا مع حياة كريمة ده مش التعاون الأول، ده تالت تعاون ما بيننا وما بين حياة كريمة. دايما في مؤسسة أبو هشيمة الخير عندنا مبدأ إن احنا نتعامل مع الكيانات الكبيرة اللي بتضمن إن كل مبادراتنا توصل للمحتاجين. يأتي نصيب محافظة بني سويف على مدار الأيام القادمة بتوزيع نحو 70,000 كرتونة لسبع مراكز تابعين للمحافظة، من أصل 200,000 كرتونة على جميع المحافظات من قبل المؤسستين، وبمشاركة أكثر من 300 متطوع. عمل الخير ده مش محتاج كلام، ده حاجة نابعة جوه المواطن المصري. المواطن المصري بطبيعته وبفطرته أصلا بيحب الخير، بيحب الخير لكل الناس. بفرح جدا لما بشوف الناس قد ايه حريصة ان هم ينزلوا يساعدونا في توصيل الكراتين اللي او يعني المواد الغذائية اللي تستحقها الناس في بني سويف او في كل المحافظات. تأتي هذه القافلة كأول مشاركة لمؤسسة أبو هشيم الخير بعد توقيع بروتوكول تعاون بينه وبين التحالف، لتترجم هذه المشاهد نجاح التحالف الوطني في وصوله للفئات الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات للتحالف بجميع المحافظات وتنسيق كامل بين جميع المؤسسات التي تعمل تحت مظلته.